نخش بقى للمتصلة بعد كده اللي هو بتقول انا خالتي حلمت لي ان احنا رايحين عند واحدة قريبتنا، وهي قريتنا دي في بلد والتانية في بلد تاني، بينهم بحر تقريبا. بحر ده يعني مقصود بيه ترعة او حاجة زي كده، الله اعلم يعني. برضو في انا يعني بتمنى اللي يبعت حلم يبعته لنا واضح بتفاصيل كتير فيه يعني، او اللي يتكلم احنا ممكن نسأله عن التفاصيل عشان خاطر بس ما ياخدناش من منطقة لمنطقة. فبيقول بتقول ان احنا كنا بنستنى المعدية، ايوه معدية يعني ترعة بس. فهي ما استنتش وفضلت ماشية بعيد ووصلت لحد الترب وخلتها تقريبا عدت، وهي فضلت ماشية لحد الترب بعد كده كله بيروح التراب يعني. والراجل بتاع المعديه ما رضيش يستنى، وهي واقفه على الشط التاني لقتني راجعه ماسكه جزمتي في ايدي ولبسي عليه تراب وباين عليا التعب قوي، وبعد كده ركبت وعديت عندها. يبقى هم كانوا رايحين، الحكايه بقى بشكل قصه يعني، رايحين مشوار، رايحين يزوروا واحده قريبتهم وجم عند الشط كده، خلتها ركبت وعدت، وهي فضلت ماشيه لحد التراب واتبهدلت واتطربت وحاجه زي كده. طيب قبل ما نتكلم في الحلم ناخد الاتصال، يبدو ان رجعنا لنا تاني. الو استاذ محمد، الو، اهلا وسهلا، مرحبا، الله يكرمك، اتفضل، مرحبا، الله يخليك، اتفضل. انا مش سامعك كويس، بس يا ريت تعلي الصوت بعد اذنك، ولا انت لسه ما كملتش حلم باين عليك. طيب انا مش سامع كويس، معلش يا ريت تكلمنا تاني وتعلي صوتك بقى عشان انا مش سامع والله. بس طيب عموما الرموز برضو او الدلالات اللي في هذه الرؤية او هذا المنام يعني، ان البحر ده يدل على الفتنة الهائجة، والبحر ده طالما هاج زي قصة سيدنا نوح، والعصمة فيه بقى والنجاة منه اللي هي السفينة يعني او المعدية اللي عدت بيها دي. وممكن بيتاخد موضوع البحر ده على انه هو جهنم والسفينة فيه بمثابة الصراط، ان انت تعدي من جهنم او من فوق جهنم والعياذ بالله، يبقى ده نجاة يعني. يعني السفينة هي رمز النجاة. فحتى يعني سيدنا نوح لما نادى ابنه عشان يركب معاه كانت السفينة دي بس، وبقيت الدنيا كلها راحت مع المية اللي جت من فوق ومن تحت، والموضوع اللي احنا عارفينه حضراتكم جميعا. يعني في اتصالات. طيب في مشكلة في الكنترول في الاتصالات على فكرة، الصوت الرن طالع معانا هنا في الكنترول. طيب طيب هي شافت نفسها بعد ما مشيت تعبانة ومجهدة وحاجة زي كده، بيدل على ان الصحة تكون سيئة او في اهمال في الصحة او في اضطهاد في العمل. يعني انا ما اعرفش هي بتشتغل ولا لا، بس معنى ذلك ان في هذا التعب يعني في ممكن يكون في اضطهاد في العمل، لان التعب والارهاق ده يعني بيكون شيء مش مشجع في الرؤية يعني. ومكملها بالملابس المتسخة، الملابس المتسخة والتراب والبهدلة ديت يعني هموم ومشاكل. والمشي حافي ده بقى في اخر الرؤية، ان اللي يشوف نفسه ماشي حافي يبقى ده بيذهب عنه الغم والهم اللي هو كان ماشي فيه، ودليل او امارة على ان شاء الله في حسن استقامة على الدين. يبقى معناها ان كان في اهمال، في تقصير، في تفريط. والحته الاخيره خالص اللي هي يعني ان هي المشي حافي ده بقى ان شاء الله في استقامه وفي ذهاب هذا الغم، او ان الامور ديت تبقى تزول عنها. وحمل الحذاء ده بيدل على تولي بعض الامور، وده معناه انه يكون في تحسن بعض الامور السيئه اللي احنا